عنا قرار أجبرتنا عليه تصرفات سامي يلي حسستنا إنه يمكن نكون قدام مسؤولية كبيرة تجاه ناس أبرياء، يلي كمان خلتنا نشك إنه استعملنا لاختراق الحواجز القانونية والدخول للأردن بعد 30 سنة منع، يمكن بهدف الانتقام أكثر من اللقاء الحار مع ابنه، أرسلناه إلى المطار ليعود على طائرة متأخرة ليلاً لبيروت لنستفيق على وابل من الشتائم والاتهامات والتهديدات من قبله، بس الأهم تيقول إنه توقف بمطار عمان ومنع من السفر لبيروت. أنا أوراقك كلها قانونية، ما أنت فتت بشكل قانوني وأنت شفت فوتوك عادة على الأراضي الأردنية، وينك؟ شو هاي الخبرية؟ من بارح أنت فلان؟ أنا مثل ما فوتوني على الأردن بتظهروني من الأردن، ما عندي غير كلام. شو عملتوا، شو اشتغلتوا، شو قمتوا، شو حطيتوا، هيدا أنا ما بعرفه. أنا موقوف وكامل المسؤولية اللي بتلحق فيي بتتحملوها أنتوا. مثل ما فوتوني على عمان بتظهروني من عمان. أنا فليت ورفضت أتعامل معكم لأنه شفت شي مريب، هذا ما حديثة. أنا وصلت على المطار بعتوا معي بادي جارد، كمان مش حديثة. أنا موقوف بمطار الملكة عليا نقطة على السطر. بغض النظر عن تهديداته وشو كان ناوي يعمل، نحن أمام مسؤوليتنا وضميرنا، علينا نأمن حمايته بالدخول كما بالخروج من الأردن. قد يكون هناك من حرك الدعاوي مجدداً، إما خوفاً منه أو تحسباً بعد الرعب يلي تعرضت له طليقته وابنه، أو قد تكون أمور أخرى استجدت وعرقلت المسألة بغير اتجاه. المهم إنه سامي مسؤوليتنا، وإعادته لبيروت ضرورة لا بل واجب، ما كنا رح نقصر فيه أو نتركه شو ما صار. هلأ بدي أطلع المحكمة أول شيء، نعمل الإجراءات بالنسبة للإجراءات عشان نأخذ قرار من القاضي، وبعديها نطلع نأخذ كتب اللي يصدر القاضي على إدارة المعلومات الجنائية عشان يفكوا عن التعميم، أوكي، ونأخذ من عندهم إخلاء سبيل وأرجع على العبدلي أخذه لسامي وأشيله على المطار. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير ست رندا، كيف صحتك؟ عليني هلا. ماشي الحال. ريما كركة معك. عليني هلا. عليك الله يخليكي ست رندا. انا ما بدي اعزبك معي اليوم، بس كنت بدي اوصل خبر لعماد انه انا ما بدي منه جواب اليوم. انا بكره صباحا بحكيه باخذ جوابه، بس اليوم عندي امور عم خلصها وما بعتقد مناسب انه اليوم يجاوبني او نعمل اي لقاء قبل ما انا اطمن على امور معينه، لاني بدي اشتغل معك بنظافه انت وابنك. قولي له لعماد ريما بكره حتاخذ الجواب مش اليوم. فيني اطلب منك هالشي؟ بكره بتصل بحضرتك، انا ما عندي رقمه. بتصل بحضرتك او اذا بتحبي اخذ رقمه ما عندي مشكله، بريحك بعمله. يعني انا عم بحكي حضرتك لانك ام مثلي وبنفهم مع بعض كل شيء. بكره الصبح انا بحكي لعماد او بحكي حضرتك وباخذ الجواب منه. اليوم انا ما رح أقبل إني أخذ أي إجابة أو أعمل أي لقاء أو أحكي بأي شيء. بكرة أنا بطمن على بعض الأمور وإن شاء الله بطمنك. بكرة تحكي معي ستريمة. طبعاً. ولا يهمك، ولا يهمك عزيزتي. بكرة الصبح أنا بحكيك وبدي أتواصل مع عماد وباخذ بكرة منه الإجابة. اليوم أنا ما بدي إجابات لأنه أنا عندي أمور بدي خلصها، ما بتسمح لي إني بعد أطلب أي جواب. بكرة إن شاء الله. أوكي، شاء شكراً كثير لك. شكراً وصلنا لهالمنطقة بنوايا كتير حلوة، لقاء سامي مع ابنه. حاولنا ناخد أكثر من 70% من الإيجابية من طرف الثاني، يعني عماد وأمه، ليطلعوا معنا ويكون عنا رد على اللي صار معنا بلقاءاتنا مع سامي.
كتير من المشاكل تعرضنا لها بوجودنا هون. سامي توقف لأسباب كتير ما في مجال لنشرحها هلأ. عذبنا بأمور إلها علاقة بالتزامه معنا، وهيدا الشيء خلينا نحن نفسنا نتصل بسترندا ونأجل إنه ناخذ جواب النهائي منها بخصوص ردها ورد ابنها. اليوم أمننا على سامي بعد الجهود الكبيرة اللي عملناها، ظهرناه من التوقيف، رجعناه على بيروت، صار من الطبيعي إنه نرجع نجرب ناخذ إجابة من السترندا ومن ابن عماد. بس يا ترى بعد كل شيء تعرضوا له هول الجماعة بينهم وبين نفسهم من مشاعر، يمكن بعد كل شيء عرفوه عن المشاكل اللي صارت هون معنا ومع سامي يمكن، ومع التوقيف اللي تعرض له سامي، وبعد كل مخاوفهم اللي استرجعوها من الماضي وكل المشاهد اللي استرجعوها من الماضي مع مشاكلهم مع بعض، هل يا ترى رح يضلوا ميلين لإيجابية التعاون والكلام؟ بكل الأحوال بنفهم موقفهم شو ما كان، أملا أنه يقدر يوضحوا وجهة نظرهم. نحن هلأ باتجاهنا العام. ترندا طبيعة برنامجنا بيوحي وكأنه تدخل بمسائل عائلية، وهو منه إلا تدخل للإيجابية. جينا مشوار طويل ما جربنا نبلغك عنه قبل، لأنه بحسب سامي والطرف الآخر أنه أنت كنت يمكن حتختفي أنت وابنه بهالفترة، بغض النظر عن كل وجع الراس اللي أصابنا مع هالشخص اللي تبنينا قضيته، وبغض النظر عن المشاكل اللي صارت معنا هون، وبغض النظر حتى عن تهديداته لقلنا، أنا بدي أحكي هلأ عن بي. بدي أعزل كل شيء نحن شعرنا فيه كفريق عمل، كل شيء هددنا فيه لقلنا، كل شيء تعبنا فيه، عن أنه أحكي هلأ عن ملف بي نحن قررنا نتبنى قضيته في سبيل الخير. هيدا البي بيقول أنه صار له 30 سنة محروم من ابنه، وأنت كنت شريكته في هذا الولد. شو وجهة نظرك في هالموضوع؟ نحن ما حربنا ابنه بدون سبب، الشغلة فيها سبب قوي كبير، أنه هذا الزلامة not stable، مش إنسان موزون، مش إنسان طبيعي بتصرفاته كلها، حتى قبل ما يجي ابنه إنسان كان له خلفية background، هذا إنسان مفصوم يعني طبيعيا، يعني مش طبيعي، مش طبيعي. أنا بقولها وأنا بتحمل مسؤولية كلامي، هاي إنسان مش طبيعي، ممكن فجأة بدقيقة بسي switch on switch off، ما بتعرف كيف بنقلب، بنقلب فجأة بنقلب. وبعدين في شغلة تانية كمان، إنه نحن لو ما لمسنا منه لمس اليد العدائية اللي عملها، لدرجة إنه كان ابن صغير عمره أشهر كان بده يرميه من الشبابيك، كان بده يزته من البرندات. يعني نحن لو ما كانش في رجال في البيت، كان بابا طالع من البيت مسافر، ما كان في حدا في البيت، ابني طفل صغير حاول يتهجم وانه انا حاعطيك اياه ميت ابنك، ما بحاعطيك اياه. شو السبب؟ شو السبب؟ سبب لانه انسان مادي، هو انسان مادي طول عمره، من هو انسان مادي. قلتي لي اول بداية انه هو انسان مش سوي، مش سوي. هل هو مش سوي ولا بيمثل؟ لا لا، هو في عنده انفصام مش طبيعي، مش تمثيل بس، وحاط ماسك على وجهه. اوكي حاط ماسك، بقولك انا هو سويتش اوف سويتش اون، بيشتغل ما بتعرف كيف بيصير. بيمثل ادوار يعني؟ اه بيمثل ادوار. وبعدين يعني انا الموضوع هذا بيهم ابني، بيتسمع طب انا بغض النظر عن كل مشاكله، بقولك مش مشتاق لابنه حقيقه. هلا اللي بيشتغل ابنه في عنده اساليب كثيره يعملها، صح ولا لا؟ اساليب تعامله بيكون باسلوب كويس، كلامه حلو، بابا انا ست رندا، يا رندا انسي بيني وبينك، يا رندا عادي، هلا في شاب انا حاب اشوفه. مجرد انه ابني حكى معه براري، ابني حكى معه براري، اخته ضغطت عليه قالت له عماد هذا ابوك، انسى موضوع ماما، حاول تحكي معه ونشوف شو بيته، ما تخلي ما تعرف. تصوري بنتي لعبت لعبة من وراي، بنتك اللي هي مش بنته، مش بنته، قالت له يا عماد انا كيف بحكي مع بابا، وانا كيف بحكي مع بابا بامريكا وبحكي وكل شيء قدامه، وماما ما بتحكي شيء، بس خلينا نحكي معه، خلينا نحكي معه يا عماد ونشوف شو وضعه. انا ما هيش خبر. قد كان عمره عماد لما صار هذا الكلام؟ 18 سنه.
كان واعي يعني. 18 سنة كمان كان بالجامعة. هو بحاسبه من وقتها، هو بقول من وقت ما عمره 18 بحاسبه. طب بعمر 18 عماد حكي مع هو 19 سنة كمان حتى 2009 بعد 18 سنة بعد ما عرف انه ابوه عايش وانه ابوه راح لمحط التلفزيون. هو يعني اتفاجأ في امور كثيرة اتفاجأ فيها ابني. شو اجى لعندك سألك؟ هو عماد لما سمع البرنامج انه حتى قال انه عذبوني ما بعرف شو، عماد اخذ الموضوع انه ماما انتو كيف قلتوا عنه ميت وكيف هذا بعده موجود؟ السؤال. قلت له ماما مش يعني شيء، احنا جانا خبر انه في ورقة نعوة باسم سامي القرا، فنحن اخذنا الموضوع جدي لانه قطعت اخباره عنا، ما بنعرف شيء عنه ماما، ولا حدا ببيروت من اهلنا ومن طرفنا قبله وصدفه او حكى معاه قالنا انه عم بيسال عن ابنه دق علينا البواب. ما هو اصلا اغلب اهل والدتي بطريقه جديده معه يعني بالمنطقه نفسها، يعني كان في روح يسال. قلت ماما ما بعرف شيء عنه اخبار احنا، اما هلا تفاجئنا فيه انه قصته هيك وانه معه مره من روسيه متجوزها. بس هو الموضوع اللي لفت نظرنا في الوقت بالبرنامج انه قال عذبوني وما عذبوني وما بعرف شو ما الحكي. فقال ماما هذا كيف بيحكي الحكي هيك؟ قلت له معلش ماما اسال انت كل الناس والعالم. بس هلا لك عندك عم بتقولي لي انه يعني كان في استنتاج من انه 18 سنه رجال ما يسال عن ابنه وقادر يسال لانه في قرايب مشتركين ببيروت. ما سال وطلع ورقه نعوه انه في المرحوم سامي القرا. نعم. فاستنتجت انه البي اللي ما عم يسأل يبدو انه ميت. نعم. طلع غير شيء ميت ما. طيب طلع وقال هيدا الكلام، ما حرك عند عماد احساس بانه حابب يتعرف على بيه، حابب يشوف اذا في عاطفه، سالك انه كيف كان، سالك عن الماضي اكثر، كيف كان الحديث بينك وبين عماد بعد هذا؟ سالني عن كل شيء، قلت له ما عمر قصه 1 2 3 وعلى كل اسال كل اللي كانوا هون بعمان وبيعرفوا شو بيقولوا لك. اذا انا مش هحكي لك الحقيقه هم هيحكوا لك شو لهم مصلحه. طب رغم كل هالشيء قرر ابنك واخته انه يتصلوا فيه عماد؟ طبق الفيلم هو واخته طلعوا برا البيت ويطلع برا المحل من عندي ويطلعوا برا ويحكي معه تليفونات. فجاه لقيت عماد انقلب، لقيت عماد انقلب وقال لي اجاني هيك على الغرفه قال لي ماما بتحكي معك شغله. تفضل. انا اخذت الموضوع عادي، انا كنت مبسوطه لانه عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. سبحان الله. قال لي ماما هذا مش طبيعي. قلت له ليش؟ قال لي انا حكيت معه هيك هيك هيك، حكيت معه وقلت له انه انا بالجامعه وانت كذا وانت شو بتشتغل، وقال له انا بجيب لك سيارات وما بجيب لك سيارات، وانا كنت في روسيا وما كنت في روسيا وتجوزت روسيه وكذا وإشي، بس انا ما بدي منك شيء هلا، بدي منك تسحب حالك تضب شنطتك وتيجي عندي على بيروت. قال له عماد انا بالجامعه. قال له انا قلت له ماما انا بالجامعه كيف قال له اترك كل شيء، انا بتكفر بكل شيء ببيروت فيك، تعا انت اسحب حالك بدون ما تحس امك فيك واسحب حالك واطلع وتعال عندي على بيروت. شو قال له عماد؟ قال له بس انا عايش ملك هون، شو بدي اروح اعمل بيروت عندك؟ انا عايش ملك. انا قال له بس كلمه ملك. قال لي ماما انا مجرد قلت له انا كلمه ملك قال لي هذا انقلب انسان تاني. بلشت الاهانات واهانات بالكلام الوسخ. طيب بس قصه الاهانات هو عامل لها اعاز او عنوان انه هو البي الغضبان المقهور المذبوح لابنه الواعي ما سال عنه، يعني عامل لها سيناريو لصالح نفسه انه هو ضحيه. هو حتى مبرر اهاناته. شو معنى يعني؟ انا ما بوقف في طريق اولادي، بس لو ما هو اولادي لمسوا لمس اليد وابني لمس اليد انه هذا انسان مش سوي وانه هذا انسان استغلالي ومن تصرفاته ومن طريقه كلامه. اجت الشرطه الدوليه سحبت ابني. ليه؟ ما هي هو راح اشتكى للسفير الاردني في لبنان، قال له ابن عندي ولد مخطوف وخطفينه وما بعرف شو كذا. السفير الاردني كواجبه كسفير اردني وانه في ولد في انسان لبناني اجى اشتكى له وهو في لبنان انه يتحقق بالموضوع. قال لهم شوفوا لي مين هالولد المخطوف، مخطوف قال مخطوف تصور ومخطوف والشرطه الدوليه بتدور عليه. اجت الشرطه الدوليه شافت الموضوع قالت لك شو عمي هذا بتجوز هذا شاب زلمه كيف بيجينا خبر انه مخطوف؟